أثابكم الله. يقول السائل: أنني لا أستطيع أن أخشع تمام الخشوع في الصلاة القيام، فهل يجوز لي أن أقرأ وراء الإمام من المصحف في سري؟ وجزاكم الله خيرا. هذا بالعكس، هذا يذهب الخشوع. إذا كانك تقرأ بالمصحف هذا يشغلك، هذا يشغلك عن الاستماع للإمام ويذهب عنك الخشوع، لأنك اشتغلت بالقراءة الحروف. الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والإنصات معناه قطع الحركات والإصغاء إلى كلام الله سبحانه وتعالى. فعلى المأمومين أنهم يستمعون لقراءة الإمام ولا يأخذون المصاحف معهم ويقرؤون الحروف يتابعون الإمام